السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعنا النهاردة MG6 ولكن 2022، طبعا بدون أي تغييرات زي ما انتم شايفين كده، ولا في الشكل الخارجي ولا حتى في التجهيزات الداخلية، ولكن في تعديل بسيط حصل في موديل 2022 غير تعديلات السعر طبعا أو تغييرات في السعر هنتكلم عنها بس بعد الفاصل. وفي تعديلات كمان متعلقة بعدد الفئات وبالتالي في توزيع التجهيزات ما بين الفئات اللي بتطرح بيهم MG6 2022. كل التفاصيل دي هنتكلم عنها بعد الفاصل، فاصل صغير ونرجع نكمل. قبل الفصل، العربية بقت بتطرح في موديل 2022 بفئتين بدل 3 فئات، وده معناه انه التجهيزات في العربية سواء خارجيا او داخليا بقت مضغوطة في فئتين بدل ما كانت بتتوزع على 3 فئات، وبالتالي كمان الفئة الاولى في العربية هتبقى فيها تجهيزات اكتر مما كانت بتطرح ب3 فئات زي ما اتفقنا. طيب الفئة الاولى للعربية بتنزل بسعر 320,000 جنيه، وده سعر الفئة الاولى الرسمي لـ MG6 2022. اما في الفئة الثانية والاعلى تجهيزا زي اللي معانا النهاردة، فبتنزل بسعر 335,000 جنيه، فرق ما بينها وما بين الفئة الاولى 15,000 جنيه، وفي فرق كمان ما بينها وما بين الفئة اللي بتطرح بعدها بفرش جلد باللون الاحمر. يعني 335,000 هتاخد فرش جلد باللون الاسود، لو عايزه باللون الاحمر بتزود 5,000 جنيه، فبيكون سعر العربية 340,000 جنيه. دلوقتي هنتعرف على كل التجهيزات اللي موجودة في الفئة الثانية والاعلى تجهيزا من MG6 2022، ومن خلالها كمان هنتكلم على ابرز الاختلافات في التجهيزات ما بينها وما بين الفئة الاولى اللي بتطرح بيها العربية. يلا بينا نبدأ بمقدمة العربية. زي ما اتفقنا على مستوى التصميم مفيش اي اختلاف حصل ما بين 2021 و2022، ولكن الاختلاف حصل في توزيع التجهيزات ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم العربية في 2022. فمثلا عندنا منظومة الإضاءة الأمامية في الفئة الأعلى اللي معانا دلوقتي بتيجي LED، أما في الفئة اللي أقل منها أو الفئة الأولى من العربية بتطرح بمنظومة إضاءة أمامية هالوجين، لكن العدسة موجودة، العدسة التركيز الإضاءة موجودة في الفئتين مفيش فيها أي اختلاف. هنلاحظ كمان الإضاءة النهارية اللي بتيجي LED موجودة في الفئتين مفيش فيها اختلاف، وكذلك الإضاءة الخاصة بها الإشارات الجانبية اللي بتبقى أنيميتد أو متحركة وبتيجي كمان LED، ده برضو موجود في الفئتين مفيش فيه أي اختلاف. طيب في المقدمة كمان ما عندناش أي اختلاف متعلق التصميم فيما يتعلق بالشبكة الأمامية بفتحات التهوية وتوزيعها، أو حتى فتحات التهوية الفيك اللي موجودة هنا مع استيكر الكربون فايبر المحيط بها. هنلاحظ كمان إنه الشبكة الأمامية بتيجي بفريم من الكروم، بتدي منظر شيك للعربية، وكمان تطعيمات من الكروم موجودة على الستارز اللي طالعة منها بالشكل اللي احنا شايفينه. ده كده سريعا مقدمة العربية. تعالوا بقى ندخل على منظومة الحركة في MG6 2022، وبالمناسبة مفيش فيها برضو أي تغيير. يلا بينا ندخل على منظومة الحركة في MG6 2022، واللي زي ما قلنا مفيش أي اختلاف ما بينها وما بين 21. مبدئيا ما عنديش تصفيح أسفل المحرك، ومفيش كمان مساعدين لرفع الكابوت، لكن في عندي بطانة أو عزل موجود هنا علشان يعزل الصوت والحرارة الناتجين عن المحرك عن بقية جسم العربية. المحرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي بيجي طبعا مع شاحن تيربو متوصل بنقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات أو من 7 سرعات DSG أو دول كلتش، أو بيجي مزدوج القابض زي ما بنقول. التبريد بتاعه بيكون جاف أو تبريد هواء مش تبريد زيت. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 169 حصان وعزم 250 نيوتن متر عند 1750 لفة. الرقم اللي بيتقال دايما على العربية دي هو تقريبا السلوجن بتاع الدعاية بتاع العربية دي، ان هي بتوصل من 0 ل 100 في اقل من 7 ثواني او 7 ثواني تقريبا. ده التسارع الرسمي للعربية واللي العربية بتبيع بيه الحقيقة، لان هي بتخاطب فئة طبعا متعلقة شوية بفئة الشباب. طبعا التعليق الامامي بيجي ماكفيرسون، والتعليق الخلفي بيكون تورشن بيم. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومة الحركة والتعليق في MG6. تعالوا بقى نتنقل على جنب العربية ونتكلم عنه بشيء من التفصيل. يلا بينا. طالما هنتكلم على جنب العربية والاوبشنز الموجودة فيه، فاحنا اكيد هنحتاج لمفتاح العربية، لان المفتاح ده بيقوم بوظائف كتير جدا في جنب العربية هنا. مبدئيا اول وظيفة بيعملها هو وحدة انزال الازاز. بالشكل ده انا لو دوست على الزرار اللي بيفتح العربية لفترة طويلة شوية، هنلاحظ ان الازاز الاربعة في العربية بالاضافة لفتحة السقف بيبدأوا يفتحوا مع
بعض بشكل كامل. وبالظبط كمان لو قفلنا العربيه وحده الاغلاق الخاصه بالازاز من خلال الريموت كنترول، لو دوست على زرار الاغلاق لفتره شويه طويله هنلاحظ ان الازاز الاربعه مع فتحه السقف كمان بتقفل. الاوبشن ده موجود في الفئه الثانيه من العربيه في 2022، مش موجود في الفئه الاولى. الاختلاف الثاني اللي عندنا كمان موجود في العربيه هنا هو الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح، ده موجود في الفئه الثانيه هنا مش موجود في الفئه الاولى. بالاضافه كمان للجنط، وهو احد الاختلافات اللي موجوده ما بين الفئتين الاولى والثانيه من العربيه. الجنط هنا في الفئه الثانيه بيكون مقاسه 18 انش، اما في الفئه الاولى فبيكون مقاسه 17 انش. كان عندنا الفئه الاولى خالص في 2021 كان بينزل جنط 16، لكن طبعا بما انها اتلغت فبقى عندنا جنطين بس 17 و18 انش، ولكن نفس النقشه ونفس الالوان ونفس التوتون اللي موجود في الجنط، لون اسود مع لون رصاصي فاتح. من ضمن الاوبشنز المشتركه في العربيه هنا في الجنب هو المرايات الجانبيه القابله للطي اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه، وقابله للضبط كهربائيا من جوه العربيه، وده موجود في الفئتين من العربيه في موديل 2022 مفيش فيها اي اختلاف. هنلاحظ كمان الاشارات الجانبيه اللي موجوده هنا، ودي برده موجوده في الفئتين مفيش فيها اختلاف. طول قاعده العجلات في العربيه هنا 2 متر 71 سم، طول قاعده عجلات كافي ومناسب جدا لمقصوره ركاب بتتسع لاربع اشخاص وممكن كمان خمس اشخاص في الكنبه الداخليه. عندنا كمان طول العربيه الاجمالي بيبقى حوالي 4 متر 69 سم، وده برده طول يعتبر مناسب جدا. والعربيه بشكل عام المساحات فيها مستغله بشكل كامل، فبالتالي هتديك مساحه معقوله جدا لعدد افراد مناسب جوه المقصوره الداخليه للركاب. فتحه السقف الموجوده هنا موجوده في الفئتين، وده احد ابرز الاختلافات ما بين 2021 و2022، لانه في 2022 في 2021 اسف ما كانش عندنا فتحه سقف في اول فئتين، لكن دلوقتي طبعا بما اننا وزعنا الاوبشنز الموجوده فبقى عندنا الفئتين فيهم فتحه سقف في موديل 2022. طيب تعالوا بقى كده ندخل على ظهر العربيه ونتكلم اكتر على التفاصيل المتعلقه بالشنطه والتجهيزات الموجوده في ظهر العربيه. يلا بينا. احسن مكان ممكن نتكلم منه عن ظهر العربيه هو شنطه العربيه الحقيقه. شنطه العربيه هنا مميزه جدا في مساحتها. تعالوا كده نفتح ونقعد جوه ونشوف ايه الاخبار. مبدئيا كده زي ما انتم شايفين انا قعدت بشكل كامل جوه شنطه العربيه، ومش محتاج ان انا اقول لكم على المساحه لان واضح قدامكم دلوقتي. لكن الرقم المعلن في البروشور بتاع العربيه هو 424 لتر، ولكن انا اعتقد انه المساحه الفعليه للشنطه هو اكبر 424 لتر، لان زي ما قلت لكم المساحه مستغله على مختلف الاصعده بشكل كامل وبشكل ظريف جدا، بيحسسك ان العربيه فعلا اكبر في مساحه التحميل بتاعتها من 424 لتر. على سبيل المثال ما عنديش مساحات جانبيه للتخزين مختلفه في الارتفاع بتاعها عن ارتفاع ارضيه الشنطه، فبالتالي ارضيه الشنطه بشكل كامل مستغله، مفيش فيها اي مناطق مهدره او مناطق مش مستغله في عمليه التحميل. النقطه الثانيه كمان الازاز الخلفي اللي بيفتح مع باب الشنطه فبيديك مساحه دخول للشنطه اوسع واكبر بكتير. بالاضافه كمان للنقطه الثالثه وهو الرف اللي موجود هنا اللي ممكن استغله كرف وممكن استغله ككفر وممكن الغيه، لان هو موجود كمان على مستويين مش مستوى واحد، يعني ده كده المستوى الاول وفي كمان عندي مستوى ثاني موجود هنا في الجزء السفلي، ممكن الغيهم الاثنين او استغلهم الاثنين او استغل واحد فيهم واسيب الثاني وهكذا، فبالتالي ده بيديك فرايتي كمان في توسعه مساحه الشنطه. النقطه اللي بعد كده كمان متعلقه بطي الكنبه الخلفيه 40 60 عشان تزود مساحه الشنطه من 424 لتر ل 1170 او 1172 لتر، كمان بنتكلم في اولموست تقريبا 1200 لتر، فبالتالي طبعا دي مساحه مهوله جدا. شفت التحميل الى حد ما مرتفعه، ولكن زي ما قلت لكم الاوبشنز اللي جنبها بتغطي على العيب اللي موجود فيها اللي هو ان شفت التحميل مرتفعه واللي ممكن يضايقك في عمليه التحميل، فبالتالي مثلا مساحه الدخول الواسعه دي ممكن كمان تساعدك في عمليه التحميل وبغض النظر عن شفه التحميل المرتفعه. زي ما قلت لكم انا قاعد كده بشكل كامل في الشنطه ومع ذلك قاعد مستريح ما عنديش اي مشكله. في عندنا طبعا اسفل ارضيه الشنطه الوحده الخاصه بالاستبن، الكاوتش بتاع الاستبن اللي موجود هنا اللي بيجي بجنط احتياطي مع العده الخاصه بالاستبن اللي هي الكوريك والمفك، وبرده الارضيه بتفتح على مستويين لو انت حابب تفتحها على مستويين. مفيش عندي اوبشنز، ودي برده من ضمن الحاجات الغريبه اللي انا يعني لاحظتها، ان مفيش اوبشنز في الشنطه، يعني مفيش فتحه 12 فولت او يو اس بي او مثلا وحده اضاءه حتى صغيره، مفيش الكلام ده خالص، يعني الجزء ده معتم بشكل كامل ويمكن واضح قدامكم في الكاميرا. طيب نقفل بقى الشنطه، الشنطه بالمناسبه بتفتح عن طريق زرار كمان موجود ليها في ريموت كنترول من هنا.
الاوبشنز الخارجيه بقى اللي موجوده هنا في ظهر العربيه بتتلخص في الاتي: منظومه الاضاءه الرئيسيه الخلفيه بتيجي ال اي دي، اما اضاءه الاشارات الجانبيه فبتكون هالوجين. هنلاحظ انه الجزء ده بيبقى خاص بالرجوع للخلف او اضاءه الريفرس، اما الجزء ده هنا في الفانوس الشمال بيكون عباره عن فوج لايت خلفيه. عندنا كمان الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا بالاضافه كمان لسنسور الركن الخلفيه المثبته على طول الاكسدام الخلفي. الديفيوزر الخلفي بيجي بلون اسود مط، وبيبقى فيه تحت منه زعانف كمان موجوده هنا عشان تدي ايروديناميك افضل للعربيه على السرعات المرتفعه، بالاضافه لفتحتين شكمان حقيقيتين موجودين اسفل الاكسدام الخلفي مع حليات من الكروم موجوده هنا عشان تدي منظر رياضي اكتر. الازاز الخلفي مش بيجي فامي في الفئتين، مفيش فيه اي اوبشنز متعلقه بالفامي او التعتيم، ولكن بيبقى فيه جواه سخانات عشان الشبوره والطباب، ومثبت داخليا جواه برده الوحده الخاصه بالاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل اللي بتيجي ال اي دي. هنلاحظ كمان الازاز الخلفي تماما برده ما بيجيش فامي في الفئتين. ده كده سريعا ما يتعلق بالتجهيزات الخارجيه المتعلقه بظهر العربيه ومساحه الشنطه. تعالوا بقى ندخل على المقصوره الداخليه للركاب وتحديدا في الكنبه الخلفيه، ونتكلم اكتر عن الانتيريور الخاص ب ام جي 6 2022. وصلنا للكنبه الخلفيه في ام جي 6 2022. مبدئيا كده الفرش من الجلد باللون الاسود ده موجود في الفئه الثانيه، وممكن اضافه 5000 جنيه على سعر العربيه عشان تاخد نفس الجلد ده ولكن باللون الاحمر، اما في الفئه الاولى بيكون الفرش من القماش. ده اول اختلاف فيما يتعلق بظهر العربيه. ثاني اختلاف عندنا متعلق بفتحات التهويه الخلفيه اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه، مش موجوده في الفئه الاولى، موجوده هنا طبعا. طيب بعد كده عندنا كمان مسند الايد الخلفي الموجود هنا، في اثنين كاب هولدر موجودين بالاضافه لامكانيه طي الكنبه الخلفيه 40 60 علشان زي ما قلنا تزود مساحه الشنطه اللي توصل ل 1200 لتر تقريبا، زياده عن 424 لتر الموجودين فيها في الاصل. طيب في اماكن لتثبيت مقعد الاطفال او الايزوفيكس، احزمه امان ثلاثيه التثبيت موجوده في منطقه الخلف، بالاضافه كمان لمساحات مستغله بشكل كامل سواء على مستوى الركبه او على مستوى الرجل من تحت، مع قابليه ضبط ارتفاع كرسي السائق كهربائيا هنا في الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى فبيكون يدويا. طيب زي ما قلت لكم عندي حوالي 4 أو 5 صوابع كرسي السائق على وضعيه القيد الطبيعيه بتاعتي، والقعده كمان مريحه جدا. التصميم الكنبه بيبقى 3 دي، فبتحس ان هو ماسكك من الجناب بشكل متوازن، وما تحسش ابدا ان انت قاعد بشكل غير مريح، بالاضافه كمان لارتفاع الكرسي عن الارض اللي مديني مساحه برضو للرجل من تحت ان هي تتحرك بشكل مريح. عندنا كمان نفق الفتيس مش مرتفع للدرجه، ولكن الميزه المهمه كمان انه الكونسول الوسطي موجود هنا طالع لقدام شويه، فبيديني مساحه كويسه ان الشخص اللي هيقعد في المنتصف هنا يكون قاعد مستريح حاطط رجله على نفق الفتيس، مع الكيرف اللي موجود هنا في السقف. عندنا كيرف موجود بيحسسك ان انت ممكن ايه في فراغ مناسب للراس، فبالتالي عندك كمان قبضه ايد تقريبا موجوده ما بين راسك وما بين السقف وانت قاعد على اكثر مكان مرتفع في الكنبه الخلفيه. ولكن لو جيت قعدت هنا هتلاحظ ان ارتفاع الراس كبير جدا، وفي كيرف كمان الكيرف ده مزود كمان اكتر من قبضه في ارتفاع الراس، مع انه تصميم العربيه من بره هنلاحظ ان هو واخد كيرف عند القوائم الخلفيه بتاخد شكل الهاتشباك شويه او الكوبيه، ومع ذلك هنلاحظ انه برده المساحات بتاعت الراس موجوده مستغله بشكل كامل ولطيف جدا. طيب عندنا كمان الابواب ميكس في الماتيريال بتاعتها ما بين البلاستيك في المنطقه العلويه وما بين الجلد اللي موجود في بطن الباب وعلى مسند الكوع. المقبض بتاع الباب اللي موجود هنا بيبقى من البلاستيك الاسود، وفي تطعيمات كده من البلاستيك لونها رصاصي كده حوالين المقبض بتاع الباب الداخلي اللي موجود هنا وحوالين السماعه الداخليه اللي موجوده على الباب. الباب فيه سماعتين موجودين سواء الباب اليمين او الباب الشمال. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب وتحديدا الكنبه الخلفيه، بالاضافه كمان لفتحه السقف اللي موجوده هنا وزي ما قلنا موجوده في الفئتين. طيب نطلع قدام بقى ونتكلم عن كل التفاصيل المتعلقه بعوامل السلامه والامان والانفتيمنت سيستم الموجود في ام جي 6 2022. وصلنا للكونسول الامامي في ام جي 6 2022، ومبدئيا كده نتكلم عن الاختلافات، نخش في الاختلافات على طول. عندنا اختلافات موجوده في عوامل السلامه والامان الموجوده ما بين الفئتين الاولى والثانيه من ام جي 6. اول اختلاف موجود في، او هو الاختلاف الوحيد في عوامل السلامه والامان، في عدد الاير باجز. عدد الاير باجز في الفئه الاولى 2 فقط، اما هنا في الفئه الثانيه فبتكون 6 اير باج، 2 امامي 2 جانبي و2 ستائري. ما عدا ذلك انظمه الفرامل وانظمه مساعده القياده واحده وكلها موجوده في الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف. عندنا التاير بريشر مونيتورنج، عندنا الاي بي اس، عندنا الاي اس بي، عندنا التراكشن كنترول، عندنا يعني الاي بي دي او تزايد
كنترول الفرامل، عندنا اللانش اسيست او مساعد العربيه في صعود المرتفعات، فرامل الايد الكهربائيه، كل انظمه الفرامل وانظمه السلامه والامان الموجوده مشتركه ما بين الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف باستثناء زي ما قلت لكم الجزء الخاص بالاير باجز او الوسائد الهوائيه، عندنا 2 في الفئه الاولى و6 في الفئه الثانيه. ما عدا ذلك تقريبا الاوبشنز الموجوده في العربيه داخليا واحده، عندنا الكاميرا الخلفيه اللي بتنعكس هنا على شاشه الانفوتيمنت سيستم 8 انش الموجوده في الفئتين في العربيه، طبعا بتدعم الابل كار بلاي، ولكن لازال عندها مشكله في الاندرويد اوتو، وده سؤال جالنا واحنا بنتكلم في اللايف بتاع العربيه. بشكر الاستاذ اللي سالني السؤال، قال لي لسه ما فيش فيها اندرويد ولا لا، انا ما كنتش واخد بالي من اللقطه دي الحقيقه، لكن اتضح ان هي ما بتدعمش الاندرويد اوتو، ولا زالت ما بتدعمش الاندرويد اوتو هنا في موديل 2022، ولكن بتدعم الابل كار بلاي. انا موصل تليفوني بيها دلوقتي ويعني ان شاء الله يشتغل. طيب انا محتاج اوصل هنا بالشكل ده كده علشان تقرا. طيب عندنا كمان طبعا السنسيفيتي بتاع الشاشه، يعني السنسيفيتي بتاعتها عاليه جدا ومفيش فيها اي لاج مثلا او احساس بان انت بتتاخر شويه او حاجه. الاوبشنز او السوفت وير بتاعها ظريف جدا، سهل جدا، زي الاوبشنز الموجود في عربيات ام جي بشكل عام، سواء الام جي 5 الاتش اس او الزد اس، كلهم تقريبا نفس السوفت وير، مفيش فيه اي اختلاف. طيب هننزل للتكييف. التكييف هنا بيجي الدول زون وبيجي اوتوماتيك، وده موجود في الفئتين الاولى والثانيه، مفيش فيه اي اختلاف. عندنا فتحتين يو اس بي تايب اي مع فتحه 12 فولت مع عصايه نقل الحركه الموجوده هنا اللي بتيجي من الجلد مع تطعيمات من الكروم، والفريم بتاعها بيبقى ميكس ما بين البلاستيك الرصاصي اللي مدي منظر كربون فايبر سنه، وما بين البيانو بلاك اللي موجود هنا على الجنب اللي هو مكان الاحرف بتاعه الفتيس او نقل الحركه. الجزء ده على فكره قابل، يعني لو انا شلت كده الوصله بتاعه اليو اس بي وممكن اقفلها بالشكل ده، فبيدي منظر شيك كمان للكونسول الوسطي، زي ما احنا شايفين بيبقى منظر شيك شويه. الجزء ده بيبقى من الجلد بس، ما عدا ذلك الجزء ده بيبقى بيكمل كده من البلاستيك، كل ده بلاستيك بالشكل ده، لكن الجزء ده بس اللي بيجي من الجلد. وهنا في تطعيمات من بيانو بلاك حوالين الشاشه اللي موجوده هنا، ومن اظرف الحاجات اللي موجوده كمان ان الازرار او الشورت كاتس اللي موجوده هنا مش بتبقى ازرار كليكابل، بتبقى عباره عن تاتش زي ما احنا شايفين كده. الساوند سيستم بالمناسبه ساوند سيستم محترم جدا هنا في العربيه، خلينا كده نشوف. صوت نقي الى حد ما. عندنا كمان التكييف زي ما قلت لكم بيجي دول زون اوتوماتيك، والشكل ده كده بيدي منظر شيك للعربيه. 2 كاب هولدر موجودين مع كفر موجود هنا، وكفر ممكن اشيله او يعني اركبه او احطه لو انا محتاجه، او لو مش محتاج الكاب هولدر خلاص، مع مساحه مكان هنا للمفتاح ممكن احط فيه المفتاح بالشكل ده، وفرامل الايد الكهربائيه مع زرار الاوتو هولد. تعالوا بقى نتنقل على عجلة القيادة. عجلة القيادة هنا فيها شافت بادلز موجودة هنا خلف المقود، بالإضافة كمان لجزء متعلق بالتحكم في الشاشة الوسطية اللي موجودة هنا في شاشة العدادات اللي هنروح لها دلوقتي، لكن خلونا نرجع لعجلة القيادة الأول. والجزء ده متعلق بالتحكم في الانفوتيمنت سيستم. شاشة عجلة القيادة نفسها بتيجي من الجلد، بتيجي 3 بوكس زي ما احنا شايفين، وشكلها شيك ورياضي. ندخل بقى على الجزء الخاص بشاشة العدادات، لأنه ده فيه اختلاف ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. إيه الاختلاف اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنه عندنا شاشة عدادات ديجيتال او سيمي ديجيتال، نقدر نقول عليها سيمي ديجيتال، موجوده هنا في الفئه الثانيه. ليه سيمي ديجيتال؟ لان هي عباره عن شاشه عدادات رقميه موجوده هنا في المنتصف، بتبقى حوالي 5 انش تقريبا، بيظهر عليها كل البيانات الخاصه بالعربيه، بتيجي الوان طبعا، والتاير بريشر مونيتورنج، المسافه اللي انا مشيتها، الرحله، البنزين، معدل استهلاك البنزين، درجه الحراره، الكلام ده كله بيظهر لك عندك في الشاشه الرقميه اللي موجوده في المنتصف. على يمين الشاشه دي وعلى شمالها في عداد الار بي ام وعداد السرعه. اما في الفئه الاولى فبتكون كلها عدادات انالوج بالكامل، مفيش فيها اي حاجه ديجيتال. طيب عندنا كروس كنترول موجود، ليه دراع موجود هنا تحت الدراع الخاص بوحده الاضاءه. وحده الاضاءه زي ما قلنا بتيجي في الفئه الثانيه اوتوماتيك، اما في الفئه الاولى بتكون الاضاءه بتاعتها مانوال، او الضبط بتاعها بيكون مانوال. الكروس كنترول تحت عجله او تحت الدراع الخاص بالاضاءه بتاعت العربيه. على شمالك هنا وحده التحكم في المرايات الجانبيه، وحده التحكم في شده الاضاءه الخاصه بالعدسات
الاماميه بتاعه العربيه مع فتحات التكييف الدائريه في الجنبين والمستطيله في المنتصف هنا اللي بتاخد شكل رياضي جدا وبتيجي برده من البيانو بلاك، ويمكن دي نفس فتحات التكييف اللي شفناها في الزد اس وشفناها كمان في الاتش اس من ام جي. طيب الابواب الاماميه، الابواب الاماميه البلاستيك مستخدم فيها من فوق بالشكل ده، وبطن الباب بيبقى من الجلد مع مسند الكوع من الجلد، ما فيش اي اختلاف ما بينها وبين الابواب الخلفيه فيما يتعلق بالماتيريال المستخدم في صناعتها، باستثناء وحدات التخزين اللي موجوده في الابواب الاماميه بتكون اوسع بكتير من مساحات التخزين الموجوده في الابواب الخلفيه. بالنسبه للماتيريال المستخدم في الطابلوه من قدام فهو من البلاستيك بالكامل، ما فيش فيه اي تطعيمات متعلقه بالسوفت ماتيريال او من الجلد، كل ده بيبقى بلاستيك زي ما احنا شايفين. اما في الجزء المتعلق بالطابلوه من قدام من هنا امام السائق او امام الراكب الامامي في الحتت دي بيبقى كل ده من الجلد، مع بيكمل معايا زي ما قلت لكم لحد جزء بسيط منتصف الكونسول الوسطي تحديدا حوالين الوحده الخاصه بعصايه نقل الحركه. طيب زرار ستارت ستوب انجن موجود هنا، خلونا نطفي العربيه عشان احنا كده هنتكتم واحنا في المعرض. وطبعا عجله القياده نفسها قابله للضبط في اربع اتجاهات قدام وورا وتحت وفوق. كرسي السائق هنا في الفئه الثانيه قابل للضبط كهربائيا في اكثر من اتجاه، اما في الفئه الاولى فبيكون كرسي السائق الضبط بتاعه يدوي، اما كرسي الراكب الامامي في الفئتين فبيكون الضبط بتاعه يدوي بشكل كامل، ومش ممكن اظبط الارتفاع بتاعه، لكن كرسي السائق قابل لضبط الارتفاع بتاعه في الفئتين، لكن زي ما قلت هنا في الفئه الثانيه كهربائي وفي الفئه الاولى بيكون يدوي. التعتيم بيكون يدوي في المرايه الخلفيه اللي موجوده هنا، التعتيم بتاعها بيكون يدوي، لكن الميزه فيها ان هي بتبقى طايره، يعني موجوده مثبته على الازاز الامامي مش ملحومه في الكونسول العلوي اللي موجود هنا. الكونسول العلوي اللي موجود هنا في مكان عشان النضاره، وعندنا كمان وحدات اضاءه بتيجي هالوجين باللون الاصفر موجوده هنا، ممكن اربطها بفتح وقفل الباب وممكن استخدمها بشكل منفصل تماما عن الباب. وطبعا وحده الزرار الخاص هنا اللي موجود هنا بفتحة السقف اللي موجودة زي ما اتفقنا في الفئتين، ولكنها فتحة سقف صغيرة إلى حد ما. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الأمامي، عوامل السلام والأمان والإنفوتيمنت سيستم الموجود في MG6-2022. في نهاية الريفيو حابب اقول لكم انه MG6-2022 متاحة حاليا للحجز والاستلام بحد اقصى 3 شهور، وده من خلال فروع MG المختلفة والتابعة لوكيل العلامة التجارية MG المنصور للسيارات، وطبعا وفقا للاسعار الرسمية اللي قلناها في اول الفيديو اللي هي 320 335 و340 الف للفرش الجلد باللون الاحمر. نقطة تانية مهمة جدا، ارجوك ابعد عن ظاهرة الاوفر برايس. انا عارف ان ظروفنا مختلفة عن بعضها، ولكن على قد ما تقدر 3 شهور مش كتير، انا بتكلم على ام جي 6، في عربيات تانية بتبقى 6 شهور وعربيات تانية بتبقى 8 شهور و9 شهور، انا عارف والرقم او الوقت كبير ويمكن تكون محتاج العربية بشكل اساسي بالنسبة لك في حياتك، ولكن على قد ما تقدر حاول ما تنميش ظاهرة الاوفر برايس في السوق المصري، لانها ظاهرة قاتلة جدا وحقيقي حقيقي بتخرج عربيات كتير من القيمة السعرية والحقيقية بتاعتها، وبالتالي بتظلم عربيات تانية في المقابل. بشكركم جدا على متابعتكم ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد وعربية جديدة. مع السلامة.